يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا الجميع أزمان لغة المشركون القريش باش الحسن أن في محمد صلى الله عليه وسلم وزكي إلى الدعوينس عوقا من كرس خلمن أوثن سم كل المجهود يسعى باش الحسن الدعوة من الإسلام باش نحسن الرسالة لسيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اللي يشجع لأهل الأرض خروث باش أسكتن في محمد صلى الله عليه وسلم أرزم يرانا إذن أتخططن أنك أسخل من إذن أتخل من أمك الصفة الصفة نظن الحسن في محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحسن الدعوة خلق الناس أسنى الفذروع ويو الحالة تصل المهاجرين إكشون أتصل عند الصحابة الكرام روحن تقل إكشون روحن غالب الدين المنورة إفتحزن دوبريد أن كارفون وفغن يقول أن في محمد صلى الله عليه وسلم متخمين من بيس أن كاسخر منه خلق الناس أسنى الفادي روح اتخذ سلي هاجر ولكن كان دويا من ذنن نسو يميش مولش أغد يجمع مرة في مؤثم وثبارة من مرة نوكل أدك شنو غد إسلامة سيدرن ضيد النار خلق قرن سلي محفز لاح بس ولكن يكد أبو جهل بن هشام عليه لعنة الله يفكد يونا رأي يني اسم المكينيما ثومية ما أوي إني سنقضوا مرة غف محمد صلى الله عليه وسلم ونقضوا في الإسلام إني سندم كل ثحاروثنا من كل القبيلة ندم إلى زنق جهدا أن يرفض السيف بالفوسيس إني سنروح على الخميس وثنو الثيثة قيم وقاز على خطر من أجلاله يوم كامل إذ يوثن بنو عبد مناف أدو ثلاث كان درن صار ولكن ماذا قلنا من كل القبيلة من كل ثحاروث من دمديون الجهد سسيفينس أدو ثلاثي ثقيل ومرقز إنيس أزمير لنا درن صار سنة القبيل مرة أكو القبيل قريش مرة سيك ميس ننس براي إكس حاني دفكي درس دي مغيم إيه مثلا اسمنا دي قول الوقف باش يعلمه أذن الخطة لسنة أسخن الشويس هكذا دي من سن زاد وخامن في محمد صلى الله عليه وسلم أن ذيتي وذهج من فلاس غف ذريد باش لثوث وسيد ربي من خالق سبحانه وتعالى أن وغيش يزمر القوة ربي تغير مرة كريلان يوم رد أشبه حسن أن في محمد صلى الله عليه وسلم أن يسي ضد الوقت هاجر ضد استفضل لديك غير المدينة المنورة والرسول صلى الله عليه وسلم يروح من دكولي سنين عزيزنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذي سنص فقواس ذي لقنيه متغم لنا الغاشي البوري واستفق لنا ألغم إيمانيس وديت بلنا وثعقينا ذي السفنس يروح سقبالنا ودوني وقف وسيسو حالة لا ويد يس يوثس بأبي بكر بنسي أبا بكر إنسي مريد سيد ربي مذهجر إنسي أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إنسي يا رسول الله الصحبة إنسي الدغيدك إنسي نعم الصحبة
افرح يوني فرح ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويلي دروام يليس عائشه رضي الله عنه وارضاه ام المؤمنين ثند لا امر يفرح ابو بكر قسمي بك للدنيا الفرح يفرح السلم انيس يا رسول الله انيس الله حيلتين هجفتين انيس بكنا دلت سيني يغمان اهجفني مره ويسار يروح السفر خطر يبعد انيس الرسول صلى الله عليه وسلم انيس بثمنها انيس يدري من إني سيلك نيد هجاب إني سأدخل صار سبحان خالق زفيت مثل إنه في مش بيحصل الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفرح يوم يفرح مشي لين يكفروا يغيد الرسول صلى الله عليه وسلم غير خمس يجمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الجث القمكان يسيه يجن أنسى يفرد يجد الجمكانيس يخلفيته الدار يدس الناس تصرف لنا نتاج مرة أكو إتجان قريش غرورين الناس كل يوم هذا تصرف لنا الناس خطر في محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الأمين وكسا عندما نكفريش وكسا كيف تكفريش وكسا عن الصفا ما كفريش يريس المرة لما نتاج إتجان مرة أكو إتجان علي بن أبي طالب الناس هذا سنتر مرة كل يوم هذا السر لما ناس غسك ناس هجي ناس تخز ليث بشدة ثمغن ولكن لما ناس لما ناس يلي يوم هذا السر لما ناس أي مثل يفقد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك خمس ويفقد ويقدس الزيني وخمس مرة أكل ذي قد يقسل لذا ثمغن يتفد شوة وكينا نرمل ويثيث في الناس المرة ويذن يقرد الآية الكريمة من سورة ياسين يقرد وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنه من يد الآية دينهم استدريت سيد رب الخلق سبحانه وتعالى ويرسد في الناس النوم وثنسق في الرس وفقنا ويفقد جلسا يخمس أبريد سيد ربهم الخالق سبحانه وتعالى يخمس أبريد يبوش بيحس للبيب صلى الله عليه وسلم يفرد ويروح أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وطفل أبريد فذن أبريد من الهجرة أيه مثل أن يبوش بيحس صلى الله عليه وسلم أخذ كل الحذر أخذ بالأسباب عسيم أين لدك في شيش مرة يخبيث غسل ربي سبحانه وتعالى انصر الدكيس انصر الأنبياء انصر الرسل انصر حبيب نيس لكن أين لدك في شيش إنسان يخبيث ويرق غير غير مدينة المنورة غير كفدو الجهة الشمال ذا يتسوي غير مدينة ولكن إخبايس نبريد لقريش هذا من جهة الجنوب الجهة بولدة أكلت سرر للدنسة خطر مدني جاء من المدينة المنورة مريا دبريد للمدينة إذن الجهة الشمال مريا ولكن من سيئة من جهة الجنوب إبوي دس عبد الله بن أريقة الليثي وكني المشرك ولكن الوقان إبوي دس إتمايس نبريد سركن يتبع إذن كذير الكذن سن عامر بن أبي فهيرا كسن المال أبي بكر اللي تغمو الأثر وثدون قريب للهجران أي مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يتقلق غفوش بحن فيه صلى الله عليه وسلم إذ يتسوينا الجهة ذي فوس إذ يتسوينا الجهة زيرات إذ يتسوينا الجهة الزفة إذ يتسوينا الغرض فيه إني صلى الله عليه وسلم إنسي أبا بكر أشي ما كان تخدم ذاك نين تيك ورغ الجهياتك ويا الجهياتك ويا الزيتك ويا الفير إنسي يا رسول الله وقذا فلاش ما روح على الزيتك وقذا كدو ثن فير ما روح على الفير وقذا كدو ثن الزيت ما روح على الجهة في فوست وقذا كدو ثن الجهة تزيمات ما روح على الجهة تزيمات وقذا كدو ثن الجهة في فوست إنسي إشي نوضو قد ذرغ في مني إنسي لا يا رسول الله إنسي كنين مذك الأنغانيين لحقني يد الغني ديوني عاد كان الغن إنيش ولكن كشيني ماذا قلنا يذكر أنا يخدم الأمة مرة تروح مستقبل الإسلام مرة ما يروح سبحان الله يا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فشو في دحمين في محمد صلى الله عليه وسلم أكثر دبزن الدنيا ثمرة الله أكبر
أكن يمستبع عندي السيرة قولي دمسل أرمين يقضن أي مثل أغر جبل الثوب أغر وذلال الثوب أذلال الثور أي مثل يبعد أزين من 4 كيلومتر يبعد الجنوب الجهة الجنوب المكة المكرمة وهي ذلال مقرنطاس يصور ذيل عليه نسا أزل لم يدي خلال ألا ماذا قلنا 748 للمترات لم يدي خلال أكثر أو لم يدي خلال أقل ولكن أكثر قرن 748 للمترات إكس عاد ذيل عليه يعاب بشد أذيو بشد أذيو ذي عاد حشل ذيك الذي القيم ينس أزل سكرين الساعة نفس الزيادة إذن سال عاد أذي تسيم أسونينا باش هذا ديال واحد حاجه ما قلنا اش ما قلنا ذو الغرمي وفنا اجلنا يا غالي الفر واش يحل النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر اش تجي مره يوليث الرسول صلى الله عليه وسلم اي مثل يبغى داخل الغار ولكن يخشي ما هذا بزوال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يكش من دم زوارو اللي سال رسول الله وكش مرة ما داخلين إني شو كش مرة داخل الغارينا اللي سقوة غير دماوين قوة زمان إني شو كذا كيف قسم يكش ما داخل يدمتين الدم مرة صور كامل يقفلك وتتوش من الغار مني مرة أبقى إن الله داخل مني مرة يقفيه يقول هذا يوم الغار ولا شو شو يسال في يقفي ولكن يقفيه صداريس ذا داريس يجرا قفايا غروس يقفيه صداريس إني سي رسول الله ذو الكشم التمن باللي مصاد باش إلال يكشم غير الروس يكشم الداخل الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيام يسلسل رويس في الفخر من أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يضص يروح يطس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أضر نينس أورز نينس يسيق في أكنيما أتدوش الغار نينس إذا غادي توقاس الداخل تغادر نغد الزرم نغد كلامة ذي تقسم داخل ولكن هذا الدرم يحرف داريس ودي حرف كلامة داريس إنسان غادي توقاس يطف دقمانيس ودي عقبارة ودي هدرارة أرمي دغيين طول دقوال نيس غيد غفوذ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنسان يتصن غفو داريس أفل فاخدينيس كان يتمثل لكن تقول لي طول لنا أبو بكر الصديق غيين غفر الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم ذا شي كي يغني يا أبا بكر إن يستوقصر يا رسول الله ذي الغارقين تستوقصر إن يسي أبا بكر أشي مو يتسكو إذا نعم إن يسو الله يا رسول الله إن يسدلوك نذيين أغتين الغيو ثانيين أرين وقنا يجد يتقصنا كاز داخل إن يسو يتسكو إن يسألوك أن تقصي أجيب أديه فلا ما سأقول أكيد أكيد أنا خمدي وشو إحنا نفين صلى الله عليه وسلم من ثمان القميس ويسيفاس يوضار ميما من أبو بكر يوغل أمك لمرسال دشيد شواق سنكس صلى الله عليه وسلم صلى إطراف النبي عزيزا صلى الله عليه وسلم يوث التيام يوث ازدخل الغار ميما أي مثل يسعر قصنا بريد لقريش وش يتسوون المكلام تسوي أسماء بنت أبي بكر دي اسم أبو بكر اسم يتسوين المكلام وأسماء ثقش يتسوين لك المكلام سلحة ملان ثلان سبع شهور إكسا اللوفان اللان دو بعض بوضيس اللوفان اللان دو عبد الله ابن الزبير خطر أسماء أنوش يوم ذي الزبير بن العوام إذا انترفت سميزيهم إدي نوفل أبو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا إذن سف آسي تسويني تسلينا ذلك مراسي كما يسا تسليم أم كل لاس تسوي سني ما كي يمود دلالة من ذا سن من ذا سن غرورس تنطلس الحميلة من حيث زمالة سلينا ذلك يشبان وقيم آسي تسوي ما كي غير بخير الله عبد الله ابن أبي بكر
عبد الله ميسن ابو بكر الصديق رضي الله عنه انت كتاوين لي خبراء تيتاوي لي خبراء باش تخدم قريش اللي جيت تناديهم ذا شو التخطيطات اللي تخدم كم يف مثلا ونفني مازال اسنادي فلاش مياغ يغمان إذ كان وين أثد يتفند الحيمة ولا أثد يتفند الميت أفغل فلاس سنادي والصوغان أرمي قضان أرمي ذاق مش الغار نيم أقضان غا الغار نيم نوذان وفان دافري جنسي كام أقضان أرمي ذاق الغار نيم ولكن أغترى مفنسة فريد باش تتفند نغي لك رسخمن أترى يوجد في يوم شريح صلى الله عليه وسلم أنت يسعى سيد ربي دش ماريا واذا ما يلا سيد ربي ذي أنواع واذا ولكن ماذا قلنا فخبابه وفرد سيد ربي أن مخي زميرا لنا بنادم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يتشكي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أقول ذلك المشركين أن قريش الميمة ذقموش الغار أني ذقموش الغار ثبوث الغار ميمة فذانا تنقايم يصور أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الناس يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا إن يسمك الذي خزان يونا غير يظهر نسي إذ ماذا ديوين ولكن أشبه لنفين صلى الله عليه وسلم موسي نران يا أبا بكر زاز دكام نغزاز دكام نوخركنا الغار باش نوخر في مكانه لكن إنس يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إنس يا أبا بكر ذا شاد النعم ذا سيني نصد ربي المستية الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي قال في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله خذت كان دقينا الذي قال فقد نصره الله الله ماذا كنا متنصرنا للعباد سيدي ربي صيد إما يدرك نصره الله بالماضي معناه ماشي معناه يمشي ينصرف ذي الماضي بعد ذي الصلاة المستقبل لا إلا تنصروه فقد نصره الله معناه يكثر سيدي ربي النصر غفر الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف ذي الأول انصرف ألم إفلا العمر من دونه يتوالس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكثر سيدي ربي فلاس النصر بالآثي انصار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إني شعد زلالا يا أبا بكر سيد ربي إذ رأيك النام الله فأنزل الله سكينته عليه وإيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا سيد ربي جعل الكلمة للمشركين صوب ذو سهل انت ذاكوك صوبا ولكن ودنا وجعل كلمة الله هي العليا قرد وكلمة الله هي العليا أين أوي ربي أين دنا ربي الكلمة سيد ربي دائما يمسوي ذنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام بوث ازدخل الغارنا وكلام كثير بشد الظلم والظلم رام ديوث البود دعني سين زمر أتسون ثمسات أمشي ثلا كسن ذي الخطر نسن بالله ماشي داخل الغار نغي الله ماشي ذي الجوية هني مرة نغي الله يلقى النذين القبري دي تسوين غار الشباب غار مدينة مزمان ذي قلاد الثفل والستيان ذا سولنا الرسول صلى الله عليه وسلم دين يفوق نثر من قريش أغاد ذي غافو من بعد يصب بد أي مثل ذي غافو من بعد يروح الجهة الشمال غال مدينة المروحة التفضلي غال مدينة الله أكبر وكنين أي مثل تفعلني المشركون القريش خطر سرسل في الاسم ياغي يغمان وانت تفرد يومي يومان ويتبعيد يوم قال الصراقة ابن مالك المدرجي يويا أبريد سكان ويتبعيد ارمس قريبا ذات اليوم
يفرح اليوم الجائزة من يوم الرومان. ولكن خزافيه مثلا النظام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يخدم لله دوك فوسي سي خميس اخذ بالاسباب وليش كره بوين لله دوك فوسي شو كيخدم له. ولكن من بعد السنه القدره من سيدي ربي طلاقه القدره من سيدي ربي قال مانيش ذا شنو يخدم بزاف سراقة بن مالك اثنين ثبعان اثنين ثبعان فيه هذه شنو قادش الدور واصل. ولكن إذا عايش مش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم وكش من مرة نظر نعودي وعودي ويسال الأخي نعمل يغال يفغد يغال مصرفين دار كذلك يفغد يقضى علي السورة قدي بن مالك إن يسزر بلي الله يوم يزمرك دي طف ذي النام أي مثل السورة قدي بن مالك المدلجي إن يسين في محمد صلى الله عليه وسلم إن يسزر بلي الحق ويا بلي عند ذري الحق البيض وزر بلي وخيج لليون خطر سيد ربي كي يشجعان إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم مسيد أنجاز يسترجون يغي غمان من مادة ثنيويا إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس يا شرفة ذا شمال آثين ذلو كانت سأصد تاج الكسرة سوارك سوارك كسرة أي نفني خدمتني مرة دهبر في الطمرة يخدمتني فسنيسة أقل تاج من سنسكنا الملك من الفرس ملك من الفرس أنك الأعرابي أن سرطة ابن مالك المدرجي أدرس تاج الكسرة سوار الكسرة إن الشاهد لأنه كان سرطة تاج أكون سوار الكسرة كسرة مثل الفرس إن الشاهد الله ويقيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وثد صندوق سيدي ربي ماشي إلى عقل سيدي لا ولكن سيدي ربي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويغيد سراقة ابن مالك المدلجي يغيد المشركين من قريش إصراقة سيوكو إفرين كربو الدين وقال باش يهدي القدر إذنهم أنسيك الرسول صلى الله عليه وسلم يوجهين من الجهة من البشر هذا عقل أرمى روح الخلاص. وكان ثلثة من سراقة ابن مالك فقال وين دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجي المعجزات من سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى من الاخبار الغيبيه يزدي في كاري وش يحنا النبي صلى الله عليه وسلم ويدير عهد اسمي بروح الرسول صلى الله عليه وسلم بروح ابو بكر الصديق ذي الخلافين شي وغيد عمر بن الخطاب خش من تمرثنا الفرس وين مرة الساعة يمك ساعة مرة اكو كسر الفرس وين سيدي اسمي تقول الغنائم اللي سرسلتني مرة هنا إنيس أبو بكر إنيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنيس أسنت الفرقة مرة الغنائم مجر أسنى غيب ويعم تاج كسرى الدد ذخي سواري كسرى الدد ذخي عمر بن الخطاب الفاروق السول أين سراقة ابن مالك المدلجي أنت إلا سراقة ابن مالك المدلجي إنيس يا أمير المؤمنين أقلي ذكي إنيس شاد شي دينام النبي مشيح صلى الله عليه وسلم يوعدك ستاج كسرى أكل السوارة كسرى إنيس كم إنيس إنيس نعم يا أمير المؤمنين إنيس أثني ظهر غورك والسرسسني إثبتني السرسسني لسراقة ابن مالك أما التجني أما قلت السوارة كسرى والنبي صلى الله عليه وسلم مش حابي سيدي روح يا رسيل الطيمة يتسرون ويتسرون السحابة الكرام يزاد الإيمان ديك السن أكثر وأكثر وأكثر يزاد الإيمان ديك السن يبدا سراقة ابن مالك أنا يلحوم غير الصحابة الكرام الناس وليد بن فيما يوعد الياس أنا يلحوم غير الصحابة الكرام ستاج كسرى أو سواري كسرى ينحي ينحي سيدا أنا يلحوم ستاج كسرى سواري كسرى يغيد الأمير المؤمنين عمر إني سأني للمؤمنين إني سأني الغوارك في كافر في سبيل الله أكام يث مثل إكسان دوش يحن النبي صلى الله عليه وسلم هي ذخي الغار ذخي الغار الغار ثور ثم عن ترميد القمة واثي من عن أن واثي من عن السجر باثي من عن إني اسمع ظنك باثنين الله ثالثهما إني استشهد إذن يا أبا بكر إني استسين إذن أغض سيدة ربي دوست يتام المعنى نس أسي قال يا أبا بكر
لو كان خسر المشركين القريش ماشي كان غالبا رانا نسنا ما كان اللي ذكر لو نظر احدهم تحت قدميه الى رانا نس ماشي كان غالبا رانا نسنا لو كان خسر لك مباشره ما كان هذا اللي فاس فاس خسر لك ورغد سوينا لنا الخطر الى ربي. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا اكي خمس الى ربي الحجاب المستور كيدي شويه ليون خاص يدو داك الزافي مباشره راه كيدير اكيد يخسر شويه ليس ادرست فله ولكن كيدي شويه راه غادي غادي في ريتش ولا يوقف باش ترونسبارون على خاطر خمس الى ربي الحجاب المستور. اذا الناس قالوا واش بيك صلى الله عليه وسلم ما خزرنا داك مباشره نص شويه راه خاطر لا ربي سبحان الله كامل مثلا القدرة نسيدي ربي سبحانه وتعالى تعسى يمون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد سيدي ربي ينصر أهل الناس أن ينصر الأنبياء والرسل وذي ينصر المؤمنين أما ذي الدنيا ثم ذي الأخر الله أكبر كما يتمثل إذن وش نحن النبي صلى الله عليه وسلم إكسار دم ذي الوارن إكسار دم ذي المتاعب إذ قوين إيقن ولكن إفغي عثاب غير ثفاث كرين لند ذي الأنبياء الرسول اللي قاعد إذا نتمد يحكون صلى الله عليه وسلم صلي تخاف النبي عزيز صلى الله عليه وسلم إن دوايا إلا نفهم إذ بعثيه لعاد الأنبياء ولا شو مثل إذ بعثيه مرة ولكن وش نحن نفهم صلى الله عليه وسلم قرب سينا مليار من سينا اكتب عن نفهم وش نحن صلى الله عليه وسلم السجن بعد 14 القرون 10 سنين يقيم دي المدينة المنورة يخدم الدولة الإسلامية كان يثنى وتيخدم على النبي على الرسول قبيس ولكن النبي مشبيح صلى الله عليه وسلم يخدميت وقال خاتم الانبياء والمرسلين نسيت يخدم النبوه ونسيت نسيت يخدم الرساله مره سيوث الرساله الخالده الرساله مع جبريل مدى الحياه الدنيا لكل زمان ولكل مكان كيف مثلا في قوية غدا نتبع وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم وليش ليش هو يساعد دار النبي وش بيحنا صلى الله عليه وسلم باش يقوية غدا النور من الدنيا باش يقوية غدا النور من الحياة يقوية غدا ثفاث باش هذا الويم أفريد يشوف غدا الطيام غدا ثفاث يشوف غدا دقوة السلب سوين يشوف غدا غلوضا كما قلت مثلا رجع يا ربي قويدا كيكتب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قويدا كيكيس عن قويا ونسن يقعدت نحمي وما نحميتي قد نتبع قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كما قلت مثلا انا عقيب لي طريق الوصول اقدام الرسول طريق الوصول أقدام الرسول ظهر كتاف ظهر كمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكشف عن غروين كان ومشي غاد النيمة بالليمة الزيارات إذا ما بقال يشبه الوجه واللي نادي السنة واللي دي شرع على الدين النغ بالليمة أدي روح العرفة في دي زور نغض الذي خمنت الصحابة الكرام ولكن ماذا قلنا يروح العبد ذي زار الأثر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنها يتجديد الإيمان كيف ماذا قلنا الظريف كان يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثلاث أيام داخل الغار ويتلقى شوالي أخي نغض الله فغلت القرية نرنا نفيد السيراس أين ويتولي في الزرطين هذا يجديد الإيمان أزدعوا على سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى
هذا يكمل ذي الإيمان اللي كتسوي غسل إلا له زيارة ينس مشروعة ذي الإسلام ذي السنة ولكن ماذا قد يروح العبد ذي عايم أبي زانسي قاعد دوش ليحن النبي صلى الله عليه وسلم أم كان حمير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسنى ذي ذرة ما نسي قاعد دام كما يتمثل أين نسيان أين نسن ماذا قد نزمن أفيد نزور أنا نروح على أفيد نزور على خطر تسوي يا عزيز المرة ذقل كل إنسان مؤمن إذن سيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.